سمحتوا خلصتوا محمد؟ إيه. يا شباب ابشركم ترى مساعد الحمد لله صحته طيبه الحين الحمد لله. اللهم لك الحمد. بس لا تنسون من دعواتكم. الله يقومه بالسلامه ويشفيه ويجعل عبد الله بن دفنه. عبد الله بن دفنه والله انه يذكر قبل صلاه العشاء. والله صلاه العشاء جالي بالجائزه. قلت له وش منو بتعطيها اياه؟ ايه قال بعطيها الجمعات ما بعطيها اشخاص. قلت له والله لو بتعطيها اشخاص كان يستحقها مساعد. اي والله لانه ليش؟ لانه والله